بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الطلاب الفرقة الأولى، ما زلنا نقدم لكم سلسلة الايدنتيفيكيشن اوف بيزك راديكال ان سامبل سولت. النهارده بنتكلم عن كشف عن الكاتيون للمجموعة الرابعة، يطلق عليها مجموعة الأمونيوم هيدروكسيد، عفوا يطلق عليها مجموعة الأمونيوم سلفايد، خلافا عن مجموعة التالتة اللي بيطلق عليها مجموعة الأمونيوم هيدروكسيد. ولو نذكر في المجموعة التالتة التعرف على كاتيونات المجموعة التالتة، كنا بناخد السول سوليوشن والأمونيوم كلورايد سوليد فيو كريستال من الأمونيوم كلورايد، ثم أضيف أمونيوم هيدروكسيد على المحلول تل أو لما يبقى يدوب قلوي أو يدوب الكلاين. الكلام ده في المجموعة التالتة. في المجموعة الرابعة لو أنا بقى بستخدم سكيم عام، لا أهمل المحلول بتاع المجموعة الثالثة، ولكن أضيف عليه الـ H2 جاز، أمرر عليه H2 جاز، يبقى كاشف المجموعة الرابعة سول سوليوشن كومبليتلي سوليوبل، أضيف عليه فيو كريستال من الأمونيوم كلورايد سوليد وأدوبه كويس جدا، يبقى كومبليتلي سوليوبل ميكتشر من الأمونيوم كلورايد والسول سوليوشن أو النون، ثم أضيف أمونيوم هيدروكسيد سوليوشن تل جاست الكالين يدوب يبقى كالون، ثم أمرر عليه غاز H2S. كده يبقى أنا كملت كاشف المجموعة الرابعة. نتيجة تفاعل الأمونيوم هيدروكسيد مع H2S أعطاني الأمونيوم سلفايد، عشان كده بنقول على مجموعة الأمونيوم سلفايد. المفروض يظهر قدام مني أربع احتمالات. قد يظهر رأس أبيض بيدوب في زيادة من الأمونيوم هيدروكسيد، يبقى ده زنك. وقد يكون رأس بف بريسبتيت برضه بيذوب في المينرال أسيد، يبقى ده منجنيز. وقد يكون راسب اسود بيدوب في HNO3 الساخن، يبقى كوبالت. وقد يكون راسب اسود ايضا بيدوب في بيدوب في HNO3 الساخن اللي هو حمض النيتريك الساخن، يبقى ده نيكل. يبقى انا عندي ثلاث اشكال من الرواسب، يا اما ابيض، يا اما باف بريسيبتيت اللي احنا بنقول عليه لايت براون، يا اما بلاك. فيبقى واضح جدا ما عدا انه بيبقى فيه اختلاف بين الكوبالت، عفوا بيبقى فيه تشابه بين الكوبالت والنيكل. يبقى اروح بقى تحت التجارب التاكيديه علشان اعرف ايهم عندي. هنبدا ناخد تو كاتايونز مع بعض في نفس الصفحه، هنبدأ بالزنك والمنجنيز. وبمناسبة دي نقول إن السلفيدات اللي هي السلفايد لهذه المجموعة ميزتها إنها لا تذوب في الماء. نشوف التجربة الرئيسية مع الزنك. احنا قلنا بيدي راسب أبيض بيدوب في زيادة من الفيجنت، لكن مع المنجنيز بيعطي لايت براون هو البف بريستيت، يبقى ده واضح جدا في التجربة الرئيسية. عشان اخد بقى تجربة تأكيدية اعمل مع الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن ذات صوديوم هيدروكسيد سوليوشن مع الزنك بيعطي راسب ابيض بيدوب في زيادة من الصوديوم هيدروكسيد، وده مننا في المعادلة بيقول لي بيدوب في زيادة من الصوديوم هيدروكسيد. لما بضيف زيادة من الصوديوم هيدروكسيد بيدوني مركب اسمه صوديوم زنكيت اللي هو بيبقى دايب في الميه او دايب في المحلول.
قبل كده مع صوديوم اكسايد بيديني زنك هيدروكسايد. خلي بالنا برضو، اكد تاني اتجنب في بداية التجربة ان انا اضيف زيادة من الريجنت علشان احصل على رسب. مع المنجنيز بيعطي رسب ابيض ايضا، بس بيتحول الى الرسب البني في، طبعا في الهواء، اول ما بتكون الرسب الابيض بتحول الى الرسب البني. يبقى اذا ده برضو اختلاف بين الزنك والمنجنيز. مع الصوديوم فوسفيت بيعطي رسب ابيض مع الزنك، وفي وجود قليل من الصوديوم هيدروكسيد بالامونيوم هيدروكسيد. مع المنجنيز بيعطي باف بريسيبتيت برضو في وجود الامونيوم هيدروكسيد. يعني هذا الكلام معناه ان انا باخد صوت سوليوشن واضيف عليه صوديوم فوسفيت سوليوشن اللي هي صوديوم هيدروجين فوسفيت، ثم نقاط قليله من الامونيوم هيدروكسيد. يبقى الثلاث تجارب الرئيسيه والتجربتين اللي لغايه دلوقتي شفناهم مع صوديوم هيدروكسيد ومع صوديوم سلفيت مع صوديوم فوسفيت بيميزوا بين الزنك والمنجنيز. هنشوف تجربه ثالثه مع الصوديوم مع البوتاسيوم فيروسيانايد. مع الزنك بيعطي رسب ابيض. هنا بقى مع المنجنيز ما بتفعلش. مع الليد اوكسايد مع اضافه دايليوت نيتريك اسيد، هاخد صول سوليوشن واضيف الليد اوكسايد ثم اضيف دايليوت نيتريك اسيد، ما بتفعلش مع الزنك ولكن يعطي مع المنجنيز فايلوت لير، في طبقة كده بتبقى لونها بنفسجي نتيجة تكون برمنجانيك أسيد اللي هو بيبقى لون البرمنجانات، يعني يعطيني لون البرمنجانات. يبقى إذا أنا دلوقتي قدام مني بالنسبة للأنايونز الكاتايونز اللي إحنا شفناها في تمييز بينهم كبير جدا في التجارب التأكيدية وحتى في التجربة الرئيسية. اما مع الكوبالت والنيكل تجد ان الراسب في التجربه الرئيسيه اسود، ونفس الكلام بالنسبه للاثنين بيدوبوا في حمض النيتريك الساخن. طب اميز بينهم ازاي؟ خلي بالك بقى، شوف بقى مع الكوبالت في وجود الصوديوم هيدروكسيد تجربه الصوديوم هيدروكسيد تيست الاقيه بيديني راسب بلو بريسبتيت مع الكوبالت، اما مع النيكل بالدجري. يبقى تجربة مميزة واضحة جدا. مع الصوديوم فوسفيت يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني لما اي حد بيقول لك اعمل التجربة مع الصوديوم فوسفيت يعني لازم تعمل الصولت سوليوشن، صولت سوليوشن للانون وتضيف عليه الصوديوم فوسفيت سوليوشن. يعني ما تقولش يعني ايه، يبقى انت حرام بقيت راجل كيمياء وفهمت. لما يقول لك اعمل تجربة الصوديوم فوسفيت يبقى تعرف ان بتعمل سوليوشن زائد سوليوشن اوف صوديوم فوسفيت اللي هي بنقول عليها صوديوم هيدروجين فوسفيت. مع الكوبالت بيعطي بيربل بريسبتيت، لون برضو كده ايه وردي او بنفسجي فاتح. هنا بقى مع النيكل بيعطي جرين بريسبتيت. ما تقوليش الاثنين بيعطوا جرين، لا، ده عاصف النيكل بيعطي جرين مع الصوديوم هيدروكسيد، وايضا يعطي جرين بريسبتيت مع الصوديوم فوسفيت. يبقى في اختلاف واضح جدا في تجربتين تاكيديتين مهمتين مع الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن ومع الصوديوم فوسفيت سوليوشن، يفرقوا بين الكوبالت والنيكل. نشوف تجربه ثالثه مع الامونيوم سايوسيانيت، وممكن اعملها مع البوتاسيوم سايوسيانيت. اذا ما وجدتش الامونيوم سايوسيانيت اعمل مع البوتاسيوم سايوسيانيت، هتعطي نفس النتيجه. مع الكوبرا بيعطي بلو كولر لكن مع النيكل ما بتعطيش. طيب مع محلول اسمه داي ميثايل جلايوبزين بضيف قليل من الصوديوم من الامونيوم هيدروكسيد، يبقى باخد صول سوليوشن
وآخد مثلهم داي ميثايليك دايوزين يختصرها دي ام جي وأضيف عليهم قليل من الأمونيوم هيدروكسيد، لا يعطي مع الكوبالت ولكن يعطي مع النيكل جيلاتينيوس ريد بريسيتيت، بيزيد هذا الراسب بالغليان. وآدى المعادلة بتاعه اللي بتوضح الكومبلكس المتكون نتيجة تفاعل الدايميثايليك لايوكسيم. الدايميثايليك لايوكسيم اللي هو فوق ده، اللي هو هناخد 2 دايميثايليك لايوكسيم مع النيكل كلورايد سوليوشن او نيكل سلفيت سوليوشن. اي النيكل سولت بيعطي مع الدايميثايليك لايوكسيم جيلاتينيوس ريدي بريسيبتيت نتيجة تكون هذا الكومبلكس. وده طبعا تجربة واضحة جدا وباينة تماما انه مفرقة بين الكوبالت والنيكل. يلا بينا بقى برضو هنعمل تاني النون. الحقيقة انا يعني احب وافضل ان انا كل مرة اركز على اعمل مثال للأنون اللي انت خدته في كل مجموعة. واتفقنا ان لابد اول حاجة بعملها ايه؟ نعم ايوه الفيزيكال بروبرتي. اول شيء solubility in cold water soluble. الكالر ايه؟ state ايه؟ الشيب بتاعي شكله. وبعدين الاكشن اون litmus بيبر يعطي لقيته النيتشر بتاع هذا الأنون اسيديك. وشرحنا ليه ماذا يكون اسيديك او بيزيك. ليه بيبقى اسيديك؟ لان عند ذوبان هذا الكاتايون هذا الصولت الانون ذوبانه في الماء البارد او الماء، انت عارف انه اي صولت لما بيدوب في الماء بتأين الى ايونات حمضية الشق الحمضي وايونات الكاتيونات الشق القاعدي. فأنيون الشق الحمضي أقوى من أيون الشق القاعدي، عشان كده بيبقى أسيديك. لو أيون أو كاتايون الشق القاعدي أقوى يبقى بيزيك. نشوف التجارب الكيميائية. أول تجربة طبعا اللي هي التجربة الرئيسية لقيت المادة بتعطيني راسب أسود. وخلي بالنا احنا شفنا فيه هذه المجموعة راسبين اسود مع التجربة الرئيسية. هنا بقى اقول ايه؟ it may be nickel. على فكرة المفروض اكتب يعني في الريزلتس هنا ما اقولش it may be nickel بس، لا اقول it may be nickel or a cobalt. لازم اكتب دي يا جماعة، وانا تعمدت ان انا اقول it may be nickel عشان نقول لا ما ينفعش اكتب نيكل بس. ايه اللي بيدي راسب اسود اخر مع التجربة الرئيسية؟ سول سوليوشن مع صوديوم هيدروكسيد لقيته بيعطيني جرين بريسيبتيت. بأكدت بقى ان ده نيكل، لان التاني بيعطي ايه؟ راسب مختلف كلية. نعمل بقى مع صوديوم فوسفيت تجربة تأكيدية تانية بيديني برضو جرين بريسيبتيت، يبقى اللي عندي ده نيكل. مع الدايميثايليك لايوكسين بيعطيني جيلاتين يصل الى البريسيتيت بيزيد بالغليان، يبقى بيؤكد لي ان ده نيكل. يبقى اذا اقول البيزك راديكال عندي نيكل كاتايون والكيميكال استراكشر للنيكل. اكتب الكيميكال استراكشر له بهذا الشكل. يعني كده يجب ان احنا يعني فهمنا هذه المجموعة ببساطة، وان شاء الله نتمنى ان نراكم في الفيديو القادم مع المجموعة الخامسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.